جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات ورمزت لاسمها بالحروف آمين، تسأل وتقول: من فرائض الوضوء مسح الرأس، حدثونا إذا ما نسي الإنسان ذلك قد يكون وضوءه ناقصا؟ نعم، إذا نسي مسح رأسه فإنه لا يصح وضوءه، إن ذكره قريبا فإنه يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، لأن غسل الرجلين لا يصح إلا بعد مسح الرأس. أما إذا لم يذكره إلا بعد أن فات الوقت وفاتت الموالاة فإنه يعيد الوضوء من أوله. الحاصل أنه إذا ذكر أنه لم يمسح رأسه ولم يفت وقت طويل فإنه يمسح رأسه ويعيد غسل رجليه من أجل الترتيب، لأن الموالاة باقية. أما إذا لم يذكر إلا بعد فوات الموالاة وفوات وقت طويل فإنه يعيد الوضوء من أوله. نعم.